مشهور دمرين. شوف امه وقفين. يخرب بيتك يا امال، بتطلع زي الخازوق. مشغولة يا أمجد شوية وأكلمك. هستناكي تكلميني ضروري. مين بقى يا حبيبي اللي بتقول لها هستناكي؟ دي هيكون مين يعني؟ دي عميلة، دي زينب. هات التليفون. لا مش هديك التليفون. هات التليفون فرجهولي. هات التليفون. فين الرسالة؟ هتكون فين يعني؟ عندك. أنت مسحتها يا زبالة يا قذر. مسحتها ليكي بغبائك وأنت بتشد الموبايل مسحتيها. اتصلي بزينب. مش متصل بزينب. اتصل بزينب يا امجد يا زباله. شت ولا كلمه، لازم تثق فيا بقى وتصدقيني مش كده. اثق فيك ايه وانت كل حركاتك وسخه زيك؟ شت وطي صوتك ادم يسمع. ادم يسمع؟ طالما خايف عليه قوي كده ما توسخش صورتك قدامه. يا اخي خليه لما يكبر يشوفك محترم بدل ما انت زباله ووسخ. كفايه اعرف بقى، انا زهقت منك. اعرف لما يعرفك ما تمدش ايدك عليا وسيب ايدي. مش هسيب ايدي. سيب ايدي اللي اهلك ما عرفوش يربوك يا زباله. اوعي تجيبي سيره اهلي يا بيه وطي. لا يا زباله، امك ما مشاك يا حيوان. خلاصي بقى. بس يا حيوان يا زبالة. ازاي بركات مطلع الشغل ده؟ استحالة. يخرب عقلك يا بركات. بركات ايه؟ انت بتقول ايه؟ عيب عليك تقول الكلام ده، ده طلعان عيني في الاغنية ديت من اولها لاخرها، اشتغلت على كل حاجة. تقولي بركات؟ ايه الاغنية دي هتضرب وهتشوفي. تضرب؟ يا نهار ابيض. طب بقول لك ايه بقى، استنك الصوت مع الصوره عشان عايزين نخلص، انا تعبانه وميته. تمام. تضرب هرش صوت لو ضرب. وعمرت ايه بقى تضرب دي؟ قدوم يا حبيبي على البيت وهتبوسك. وحشتني. عديني هقف. بركولي انا شريت الفستان. مبروك يا حبيبتي. بس مش كان المفروض اجي معاكي؟ ما انا اخدت ساره معايا. وبعدين مالك بتقولها لي كده من غير نفس؟ في يا بابا؟ مفيش. في يا ماما بجد في حاجه ولا ايه؟ اخوك يا امجد متخانق مع مراته وضاربين بعض. خضتيني، ايه الجديد يعني؟ بس يا ترى ايه السبب المره دي؟ بتقول انها شافته بيبعت رساله لواحده ولما شافها مسح، مع انه كان بيبعت لعميله عنده في الشركه. بطلي تصدقي اي حاجه، ابنك بيكذب. وانت بطل تيجي عليه كده دايما، ولو بيكذب ما هو من قرفها. خلاص يصاحب اي واحده اذا كان ده يرضيكي. انا ما اقصدش كده، انت ليه بتفهم كلامي دايما غلط؟ خلاص خلاص، هما فين؟ خليكي هنا ما تطلعيش فوق. ليه؟ عشان اخوكي قاعد مع استاذ ناجي. استاذ ناجي بتاع الكنيسه؟ من زمان قوي ما شفتوش، هو لسه عايش؟ اه، ما هو ماسك شؤون المتجوزين في الكنيسه هو ومراته جيهان، قلت اكلمهم يجوا يقعدوا معاهم. كانش ناقص غير ان انت تجيبي لهم جيهان كمان. ما هي قاعده مع امل. وايه اللي جاب امجد وامل اصلا؟ هي اتصلت بابوكي وراح جابها هي وادم، وامجد كان هنا اصلا. طيب انا اقعد فين بقى دلوقتي؟ خليكي قاعده معانا هنا شويه. انت فاكره ان ناجي ومراته هيعملوا حاجه؟ دول عباقره. انت فكرك ان هو ممكن يخرب بيته بنفسه ويطلقها؟ هو لازم يستحملها. ابنك لازم يتغير. مش هو اللي لازم يتغير، هي كمان لازم تتغير، عشرتها صعبه. بقولك ايه، انا مش عارف اتكلم معاكي، الكلام معاكي بيفور الدم، وبعدين اي راجل هو اللي بيجبر مراته انها تحترمه، وابنك ما بيعرفش يعمل كده. طب ردي عليه انت. خلاص يا ماما، خلاص يا بابا. ميف. حصل خير، مفيش حاجه جديده. قدومه تيجي اللون صور؟ اوكي، انا لون باللون الازرق. وانت بتلون بايه؟ يدمروا الواد بغبائهم.